بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، المجلس الأخير في كتاب الإشارات الزرقية على الآيات القرآنية، جمع وترتيب نزار حمادي جزاه الله عنا خيرا. وقفنا على سورة الفتح، قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال رضي الله عنه: يعني خضوعهم وخشوعهم ونحو ذلك. في ناس بيتصوروا يعني سيماهم في وجوههم من أثر السجود هي العلامة اللي بتبقى إيه على الجبهة دي. ممكن دي من ضمن العلامات، أيام ما كانت الناس بتسجد هي على حصر وحاجات من دي، كنت تلاقي الواحد عنده علامة كده كأن كعب رجله حطه هنا. الوقت اختفت، لأن بقت المساجد إيه بقت فيها موكيت وفرش ناعم، فممكن الإنسان يقضي عمره كله يصلي وما عندوش علامة في جبهته. لكن هو السكون اللي بيبقى على جوارح الإنسان، والنور والهدوء اللي باين على وجه المؤمن الذاكر لله عز وجل، هي دي بتبقى باينة. يبقى الخضوع والخشوع ونحو ذلك. قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني اللي منع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عنوة بالقوة، يعني عنوة او عنوة بفتح العين وضمها، والمشهور الفتح عنوة، لكن لغة المصريين يحبوا يضموها، وإحنا مصريين نقول عنوة، لكن هي الفصيحة عنوة يعني بقوة. اللي منع الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل بقوة في عمرة الحديبية، وكان عنده القدرة أنه يقدر يدخل بالعنف، 1500 مدججين معهم سلاح، ومنعتهم قريش. ربنا منعه ليه؟ من أجل أن فيه رجال مؤمنون مستخفون في مكة، المؤمنين ما يعرفوهمش، فممكن يؤذوهم بغير علم. فربنا ايه رتب الصلح علشان يدخلوا في العام الذي يليه بهدوء، بحيث لا يضر المؤمن اللي موجود مختلط مع الكافر ولا يعرفه المؤمن. عشان كده بيقول: ولولا وجود رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مختلطون بكفار مكة لم تعلموهم ان تطؤوهم، يعني كي لا تطؤوهم. يبقى أن هنا المخففة مستقلة بمعنى كي لا أو لألا، لألا تطأوهم أي تؤذوهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فتتأذوا بعد إيذائهم أما تعلموا أنهم كانوا مؤمنين، فده قد يؤدي إلى نوع من العار يصيبكم أنكم أصبتوا إخوانكم المؤمنين وأنتم لا تدرون أنهم مؤمنين. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذب، لو تزين يعني تمايز المؤمن من الكافر، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما أي بأيديكم. ولكن الاختلاط المؤمن في وسط الكافر كان سببه رحمة للكافر، فأجل إيه المواجهة. دي خلاصة معنى الآية الأول من ناحية تفسيرية يعني. قال رضي الله عنه: هذا بحسب سنة الله وحكمته، وإلا فليس في أفعاله تعالى علة فافهم. لكن احنا على اي حال نفهم من هذه الآية ان وجود المؤمن في وسط الكفار يؤجل نزول العذاب. فهمت بقى؟ يبقى اختلاط المؤمنين في وسط الكفار رحمة بالكافر. والرسول يقول: لولا رجال ايه، لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب. سورة الحجرات، قوله تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه.
قال رضي الله عنه: المنهج الإيمان والإسلام، والمسلك منه طريق السنة والجماعة، والهداية لذلك بتحبيبه وتزيينه، وتكريه ضد ذلك وهو الكفر والفسوق والعصيان. فلا يوجد مؤمن يحب شيئا من الثلاثة، طائعا كان أو عصيا، يعني العصية اللي هي الكفر والفسوق والعصيان. ما فيش مؤمن حتى ولو كان عاصي بيعمل المعصية وكارهها، ما فيش مؤمن حتى يعمل معصية ومقبل عليها، يبقى بيعملها ويقول يا رب توب عليا مش عايز أعمل كده تاني، يبقى حاطط الخمرة قدامه بيشرب ويقول يا رب توب عليا مش عايز أشرب تاني ويشرب، يعني ضميره من نبه جواه، يعني كاره الكفر والفسوق والعصيان حتى لو ارتكبه. فما فيش مؤمن ايه يقبل على المعصية حبا فيها، احيانا بالضعف البشري، بغلبة الشهوة، بسبب الجهل، لكن ايه مش بسبب الاقبال وحب ايه المعصية ذاتها. علشان كده بيقول لك ايه: فلا يوجد مؤمن يحب شيئا من الثلاثة اللي هو الكفر والفسوق والعصيان، طائعا كان او عاصيا. طبعا الطائع معروف لانه بيمتنع، والعاصي بيعملها وضميره مأنبه مستني فرصة تحين عشان يتوب إلى الله ويقلع. وذلك هو الرشد الذي لا سفه فيه، وتحبيب ذلك وتزيينه مع خلق القدرة عليه هو الهداية. الهداية بقى إن ربنا يبقى مكرهك في الحاجات دي ويمنع وتمتنع منها، يبقى التوفيق بقى والهداية، لأن في واحد كارهها لكن بيعملها بيرتكبها. يبقى كمال الهداية إن ربنا زي ما كره في قلبك فعل المعصية إن يجري على جوارحك ترك هذه المعصية والتلبس بالطاعة. نسأل الله أن يتم نعمته علينا، وكل ده إيه؟ فضلا من الله ونعمة، ده من تفضل الله على عباده ونعمه عليه، وإلا لو تركنا لإيه لكنا أسوأ من البهائم. سورة قاف، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال رضي الله عنه: حبل الوريد عرق في صفحة العنق، اللي هو معروف ده الودك، ده الودك ده اللي هو ايه لما تيجي تنفخ كده تلاقيه ينتفخ، فهمت ازاي؟ يبقى ده اسمه الودجين. الودجين دول ايه؟ دي أوردة بتنقل الدم من المخ إلى القلب، كويس؟ فده اسمه حبل الوريد، عرق في صفحة العنق يلازم النفس في حركته، يعني كل ما تاخد نفس رايح جاي تلاقيه يمتلئ ويختفي، يمتلئ ويختفي. ومن علامات هبوط القلب ايه؟ عشان تخليك دكتور بقى، تلاقي الواحد قاعد من دول ودي منفوخه، يبقى عنده هبوط في عضله القلب، فهمت؟ دليل ان القلب ما بياخدش الدم من الرقبه مع النفس عشان يضخه مره تانية، فمتراكم، علشان كده يجي له حاجه اسمها اورثوبنيا، يبقى قاعد كده مش عارف ياخد نفسه مسكين. ليه؟ لان كل الدم ايه محتقن، والقلب ما عندوش قدره انه يضخه عشان يدور. فتبص تلاقيه يجي له ايه، يقدر ما يقدرش ينام على ظهره، لازم يجيبوا له مخدات وينام وهو قاعد. ده دليل ان ده عنده هبوط في عضله القلب. تقوم ايه توديه للدكتور على طول، تعمل ايه توديه للدكتور على طول. يبقى حبل الوريد ده شوف حركته متعلقه بحركه النفس، طول ما انت سليم تلاقيه مش منتفخ. ليه؟ لان ما بتاخد نفس، واخد بالك ازاي، الايه بيتشفط الدم يروح مالي القلب، تطلع النفس يروح ضاغط القلب، يروح ايه تبتدي الدوره الدمويه تبقى مستمره وتبقى انت نشيط، فهمت؟ يبقى حبل الوريد عرق في صفحه العنق يلازم النفس في حركته. وقيل هما وريدان عن يمين وشمال، وقيل هو المتصل بالقلب الذي إذا قطع مات صاحبه وهو الوتين. الوتين اللي هو برضو إيه اللي هو الأورطة اللي طالع من القلب، الشريان الرئيسي اللي طالع من القلب اللي بيوزع الدم لسائر الجسم. لقطعنا منه الوتين، يعني لو كان النبي بيكذب على ربنا كان ربنا نسفه، لا ده ربنا كل يوم بينصره يبقى ما بيكذبش، فهمت؟ يبقى ده دليل صدقه. لكن لو واحد بيدعي ان هو من عند الله وهو مش من عند الله، لابد ربنا يخزيه وربنا يبين ايه كذبه،
لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه اليمين ثم لقطعنا، يعني كنا نسفناه، لكن ده احنا محافظين عليه، ده بيقابل الموت وربنا سبحانه وتعالى يمنعه من الموت. تبقى الرماح من جميع الجهات والسهام من جميع الجهات لدرجة انها تغطي ضوء الشمس من كثرتها، والنبي في وسطها وما يصابش. ايه مين اللي بيحميه ده؟ فهمت؟ ده دليل صدق، والله يعصمك من الناس. درجة الصحابة لما يكثر عليهم السهام يحتموا بالنبي كأن النبي هو الدرع، فهمت؟ فكل ده دليل صدقي صلى الله عليه وسلم. يبقى حبل الوريد قيل هو اللي في صفحة العنق، وقيل هو الوتين اللي خارج من القلب وفي العنق والوريد وفي الظهر والأبهر. الأبهر برضو اللي هو إيه؟ اللي هو الأورطي. وفي الذراع الأكحل، الذراع يسموه الأكحل، والشريان الرئيسي هنا اللي احنا بنقيس بيه الضغط ده يسموه الأكحل. وفي الفخذ النسا، يسموه الشريان النسا اللي هو الشريان الفخذي. وعشان كده يقول لك ايه عرق النسا، لما يجي ألم في الفخذ عرق النسا. وسموه نسا ليه؟ جاي من تأخر العمر، لأنه كان زمان يصيب الناس في كبر السن. يقول لك جالي عرق النسا، يعني العرق اللي بيجي للكبار. الناس فاكرة النسا يعني من الستات، لا، جاي من النسيء، النسيء التأجيل، فهمت؟ فعرق النسا جاي من ايه؟ من المرض الذي يصيب الإنسان في كبر سنه، فيجي له آلام في ظهره. إنما الشاب ما يهموش، يتنطط على السلم ما فيش حاجة توجعه، إنما أول ما يبتدي يعجز شوية يطلع بالراحة، ولو عمل حركة بسرعة يقول أي الحقوني، ويلحقوه بقى ايه؟ بمسكنات، فهمت؟ فده ايه؟ علامات العجز. فعشان كده يسموه عرق النسا. في ناس يجي لك يا دكتور انا عندي عرق النسا. غلط. نسا ايه؟ انت ذكر راجل، نسيت ايه؟ فهمت؟ فغلط، يبقى اسمه عرق النسا. وفي الخاصره الاسلم، يعني الشرايين اللي بتبقى موجوده في الاماكن اللي هي ايه، في الجوانب دي، اللي هي بيسموه بقى الاسلم. كل دي اسماء قديمه لايه؟ لمواضع التشريح اللي هي اختلفت بعد ذلك، بعد الطب الانجلو ساكسوني اللي ابتدى يسمي مسميات جديده، ايه؟ ثبت اسماء وغير اسماء، اللي هو الطب الانجلو ساكسوني اللي احنا بنتعلمه في كليه الطب دلوقتي، اسمه انجلو ساكسوني، لانه طلع ايه اللي تزعمه الاوروبيين بعد ذلك. وبالجمله فهو اقرب موجود للانسان، والرب تعالى أقرب منه لوجود العبد، لأنه المتصرف فيه، فهو السابق له قبل وجود تصريفه وتصرفه، فافهم. وقال رضي الله عنه: حبل الوريد والعرق الذي يجري فيه النفس ذكر تقريبا، ولله المثل الأعلى، وهذا قرب إحاطة بالعلم والقدرة والإرادة، لأنه شامل لكل موجود، لا قرب الكرامة لاختصاص بساطه، ولا قرب المسافة والمدناء لاستحالته. يبقى ليس هذا قرب كرامة، لأنه ده موجود في كل البشر، كافرهم ومؤمنهم، فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي ليس قرب كرامة، ده قرب ربوبية، لأنه رب العالمين، فهمت بقى؟ وقرب الربوبية ده إيه؟ قرب إحاطة وقدرة وعناية ورعاية وإمداد، فهمت؟ وليس قرب مكان، لأن الله مستحيل أن يكون المكان يحده أو يبعده أو يقربه أو يدنيه، تعالى وتقدس عن ذلك سبحانه. وقال رضي الله عنه: القرب على ثلاثة أوجه. أولها قرب الكرامة، وهو في حقنا، يعني حق المؤمنين، بمعنى تقريبنا من دائرة ولايته ومعرفته، وده خاص بالمؤمنين. الثاني قرب الإحاطة منه بنا علما وقدرة وإرادة، وهو منه لنا سبحانه، ولذلك لا يرتفع بخلاف الأول. يبقى القرب الثاني ده قرب ربوبية، والقرب الأولين نسميه قرب ألوهية، هداية. الثالث قرب المدانة والمسافة، وده محال على الله بقى، فالثالث ده إيه؟ ممنوع. وقال رضي الله عنه: القرب على ثلاثة أوجه. أحدها قرب الكرامة، وذلك بمعنى توجه عناية الحق للعبد الذي بساطه مشاهدة إحاطة الحق به في جميع أحواله، المقتضي لوجود تعظيمه حتى لا يراك حيث ينهاك أو يفقدك حيث يأمرك.
شعورك ان ربنا معاك وربنا ناظر اليك وربنا قادر عليك، هذا الشعور اللي متملكك ده يمنعك من ايه؟ من انك انت تعصي ربك. فده قرب هداية. الثاني قرب الإحاطة، وذلك من الحق لك بالعلم والقدرة والإرادة التي لا تنفك عن أثرها في حال من أحوالك، ولا يصح ارتفاعها عن وجودك في كل شيء منك وإليه، وده شامل لكل المخلوقات لأنه رب العالمين. الثالث قرب المسافة والمدناة، وهذا محال على الحق سبحانه وتعالى حسا ومعنى، لأنها من صفات الحوادث. قرب المسافات دي صفات الحوادث التي تجوز عليها الأعراض وتتقارب في الأوصاف، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. وقال رضي الله عنه: قرب الحق سبحانه وتعالى ليس بالمداناة ولا بالمسافات ولا في المناسبات، لأنها كلها محال عليه. فهو إذن قرب إحاط بالعلم والقدرة والإرادة كما يليق بجلاله وكمال قدرته، وقد تحقق أن قدرته وإرادته عامة التصرف في وجود العبد، والعلم محيط به في عموم أوقاته وأحواله، والمتصرف في الشيء بما به وجوده أو تمام وجوده أو نظام وجوده أقرب إليه من وجوده لسبق تصرفه فيه لوجوده أو لما به وجوده. يعني تدبير الله لك بيبقى سابق عن إيه؟ عن وجود ذاتك، لأن ذاتك نفسها ذات مدبرة، فلابد أن يكون التدبير سابق للمدبر. سورة الذاريات، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رضي الله عنه: قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني ليعرفون، وقيل ليكونوا عبيدا وملكا، لأن الظهور بالملك والسلطان من كمال الوصف. وبالله التوفيق. لأن العابد لابد أن يعرف ربه، لأن لا يعبد من لا يعرف، فالعبادة فرع المعرفة والأصل هو معرفة الرب. سورة الطور، قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال رضي الله عنه: كما عودك ما تحب فاصبر له على ما يحب. شوف بقى، فإنك بأعيننا، ده لنبينا وسيدنا موسى، لتصنع على عيني، فمن كان على العين غير من كان بالعين، ودي مرتبة ودي مرتبة. سورة النجم، قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. قال رضي الله عنه: وأن إلى ربك المنتهى، أولا إذ هو المبدئ، وآخرا إذ إليه المرجع. وقال رضي الله عنه: منتهى كل شيء أولا وآخرا، لأنه المبدئ. يعني لو مشيت في طريق البداية، ففي الآخر، آخر طريق البداية لو مشيت فيه هتجد الله هو الأول، ولو مشيت في طريق النهاية لحد آخره هتجد الله هو الآخر. فهمت؟ فهو المبدئ والمعيد، هو المبدئ والمعيد، بكل شيء محيط، ولا يحيطون به علما. لكن الوهابية عايزة تحيط به علما، يوم يبتدي يقيد الأوصاف بناء على المذهب القبيح لابن تيمية. فهمت ازاي؟ فصاروا حشوية مجسمة، ثم سرقوا لفظ أهل السنة والجماعة، وهم حشوية مجسمة، مجرمين، مجرمين في حق الله أولا، ثم في حق رسول الله ثانيا، ثم في حق سائر المسلمين لأنهم كفروهم، فإجرامهم شمل الأكوان والمكون. وعلشان كده مهما عبدوا الله مظلم الوجوه، يبقى عابد ربنا ليل نهار ما شاء الله، وسهران ليل نهار في الصلاة والنهار صيام، وحافظ القرآن، وتنظر لوجهه لا تجد في سماهم أثر السجود، لا في اطمئنان ولا راحة ولا سكينة، بل في كرب، تلاقيه مكروب، لأن أصلا ما فيك يظهر على فيك. فهمت يا سيدي؟ فلأن هو جواه قبيح فيظهر القبح في وجهه، واللي جواه جميل تلاقيه جميل. فهم؟ ولو كان أسود البشرة،
يعني انا نشوف ناس جايين من افريقيا سود، لكن ما شاء الله جمال، كلهم جمال كده ايه، وكلهم سكينة ونور. ويجيلك واحد تاني جايلك من اوروبا اشقر واحمر وحاجة، ايه الجمال، تقول ايه الضلمة دي، صح ولا لا؟ ظلام الكفر ونور الايمان، فاهم؟ ويشعر بهذا اللي فيه، لان انت لما يبقى فيك الجمال ده تشوف الجمال في غيرك، لما يبقى فيك القبح ما تشوفش الايه الجمال في غيرك، عشان هم ما يعرفوش كده. الوهابيه ما يعرفوش اولياء الله ابدا، لا الاموات ولا الاحياء، ما يعرفوهمش. لا يزور الاموات لان زياره الاموات عندهم شرك في مذهبهم، ويعادي الاحياء لانهم لا يرى فيهم الولايه، لانه فقد الولايه الباطنه، فلا يرى الولايه الظاهره في غيره. لانك انت ترى ما تعرف، ترى ايه ما تعرف، مهم حكايه ترى ما تعرف دي. عمرك ما تجهل حاجه. احنا كنا نقول للطلبه اللي بيتعلموا الطب ولسه متخرجين يجي تشتغلوا معانا، اقول له لازم تبقى قاري المرض كويس واعراضه، عشان اما العيان يجي لك تشوف اعراضه فيه، لان لو انت مش عارف المرض تبقى اعراضه موجوده في جسم مريض قدامك، ونايم قدامك المريض وانت مش شايف مرضه. يوم يجي لك الدكتور الشاطر اللي عارف، يقول لك شوف، شايف العلامه دي، علامه المرض ده، شوف الحته دي كمان، شوف بص، اول ما يعرفك تلاقي نفسك شفتها، اول ما عرفتها شفتها، لكن هي ما كنتش شايفها قبل ما تعرفها. فهمت بقى؟ يبقى انت تعرف، ترى ما تعرف. اذا جهلت لا ترى شيء، فالجاهل لا يرى شيء، والعارف يرى كل شيء. فهمت؟ عشان كده الوهابيه ما بيشوفوش اولياء الله. فهمت ازاي؟ ليه بقى؟ لان هم ما عرفوش الولايه. اللي ما يعرفش الولايه ما يعرفش الولي. فهمت بقى؟ واللي ما يعرفش النبوه ما يعرفش النبي. فلو ما عرفوا نبي ولا عرفوا ولي. واللي ما يعرفش النبي ما يعرفش ربه وما عرفوش ربه. فهمت بقى ازاي؟ وكل يوم نشهر بهم كده. لماذا؟ تحذيرا من مذهبهم الذي انتشر وانفق مليارات الدولارات حتى ينشروه ويزعجوا عقائد المسلمين به. فهمت؟ أزعجونا. سورة الطور، قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، صلى الله عليه وسلم. يعني طالما انت بعيني يا حبيبي اصبر بقى. فهمت ازاي؟ يعني كأنه انك بأعيننا مقدر ايه يا حبيبي، على طول كده تفهم من وراها النبي، ربنا بيقول للنبي انت حبيبي على طول كده. فهمت؟ فانت تقول بعيوننا وقلبك يقول يا حبيبي. فهمت بقى يا سيدي، صلى الله عليه وسلم. سورة النجم، قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، احنا قلنا المبدئ والمعيد، وقال رضي الله عنه منتهى كل شيء في جميع وجوده، وذلك على ثلاثة أوجه، البدايات ولا مبدي لها سواه، فهي منتهية إليه، إذ كل شيء منه بدايته. الثاني النهايات ولا موصل لها إلا هو سبحانه، فإليه نهاية كل شيء، إذ لا منتهى لشيء سواه. الثالث ما بينهما، وكل أمر فهو المقدر لوجوده، والحافظ له في وجوده، والممد له، إذ لا استقلال لشيء دونه، فافهم. وقال رضي الله عنه منتهى كل شيء بدءا وعودا أولا وآخرا، لأنه المبدئ الذي منه بدأ كل شيء وبه بدأ، والمعيد الذي إليه يرجع كل شيء في وجوده بوجود موجوده، لأنه لا شيء إلا منه، فهو الملجأ والمعاذ، ولا شيء إلا به، إذ لا قيام لشيء دونه، فمنتهى كل شيء إليه، سواء نظرت بوجه من الترقي أو اعتبرت بوجه من التدلي. سورة الرحمن، قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الشأن هو الأمر، وقيل في قوله تعالى كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويبتلي قوما ويعافي آخرين. يبقى شؤون من عباده، فالشؤون هنا متعلقة بالعباد، أما الله لا يطرا عليه تغير، فالتغير طارئ على العباد. قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال رضي الله عنه قيل جنة معجلة وهي جنة المعارف والعلوم، وجنة مؤجلة وهي الموعدة الموعودة في دار القرار.
سورة الواقعة، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال رضي الله عنه: المراد قرب إحاطة واقتدار، لا قرب مسافة وانحصار، إذ يتعالى ربنا عن ذلك. فافهم وتفهم وتمسك بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تكن الهداية رفيقتك في كل مسلك، ولا تصغي بأذنك لأهل الإلحاد، عارفهم أنت طبعا، ولا لمن يقول بالحلول والاتحاد، عارفهم برضه، فإن ذلك كفر وضلال وباطل ومحال، أعاذنا الله منه بمنه وكرمه. سورة الحديد، قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال رضي الله عنه: من شهد أوليته كان به، ومن شهد آخريته كان له، ومن ظهر له وجوده رأى كل شيء منه، ومن شهد عز جلاله رجع إليه، ومن شهد الكل كان به له منه إليه. وقال رضي الله عنه: والأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، والظاهر من جهة التعريف، والباطن من جهة التكييف، وهو بكل شيء عليم. قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بالقيومية والإحاطة لا بالمدناة والمسافة، تعالى ربنا وجل. سورة الحشر، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. قال رضي الله عنه: علوم المعاملة وهي ثلاثة: علم التقوى، وعلم الاستقامة، وعلم التوجه، وهي مأخوذة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. شفت؟ يبقى يقول لك ايه؟ علم تقوى، وعلم استقامة، وعلم توجه. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الآية. فالتقوى ترك محرم وفعل واجب، والاستقامة موافقة الله في السر والعلانية، والتوجه إفراد القلب له تعالى عن كل شيء سواه. فالأول إسلام، والثاني إيمان، والثالث إحسان. يبقى يا أيها الذين آمنوا، أدي الإيمان، اتقوا الله، يبقى ده إيه؟ الإسلام. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ده إحسان، اللي هي المراقبة. سورة المنافقون، قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال رضي الله عنه: عزة المؤمن بالاتباع، لأن شوف، ولله العزة، وبعد العزة بعد كده من الله لمين؟ لرسوله، وبعد كده المؤمنين يستمدوها من النبي، يبقى النبي يستمد من الله ويمد من اتبعه. فهمت بقى ازاي؟ فهو البرزخ. يبقى عزة المؤمنين بالاتباع والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسليما، وعزة رسول الله من عزة الله، لأن يده يد الله. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فافهم يا رب، نفهم. سورة الطلاق، قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه وواقيه وناصره. قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قال رضي الله عنه: عموم الآية يتناول ما يدخله الإنفاق، وإن كان موقعها هو الإنفاق على الزوجات، فحملها على وجه أعم إذا قبلته قواعد الشريعة دون منع أتم، والله أعلم. لينفق ذو سعة من سعته، يعني أصل الآية نزلة إن الأزواج ينفقوا على الزوجات المطلقات إن كان لهن أولاد من إيه؟ من المطلق. فهمت؟ فما بال بقى الزوجة، يبقى الزوجة من باب أولى، إذا كانت لو طلقتها برضه هتنفق، طالما عندك أولاد منها هتنفق، هتنفق ما تهربش، هربت تبقى ظالم مجرم. اقعد اقرأ قرآن لعنة الله على الظالمين، بتلعن نفسك. فهمت بقى ازاي؟ لو ما انفقش، في رجال كتير لا تنفق، دخل نفسه في طائفة الظالمين،
يبقى قاعد كل ما شاء الله كل ما يختم ختمة ألا لعنة الله على الظالمين، الملك يروح شايل اللعنة ينزلها له، لأنه هو بيلعن نفسه لأنه هو ظالم. لازم الأول تخلص من الظلم علشان من القرآن، لأن الرسول يقول رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. شفت بقى، خد بالك من الحكاية. لينفق ذو سعة من سعته، وسعت عليهم أرزاق العلوم والمعارف حتى استدلوا بالثابت على المنفي وبالموجود على المعدوم وبالحق على الخلق، سواء كان وصولهم على جذب أو سلوك أو خارجا عنهما. ومن قدر عليه رزق، يبقى لينفق ذو سعة من سعته، ده الأولية العارفين، ربنا يمن عليه بالمعارف الكتيرة يقوم ينفقها أمام مريديه فيعلمهم. ومن قدر عليه رزقه، دول السالكين، قدرت عليهم أرزاق العلوم والمعارف، أي ضيقت حتى لم يجدوا سبيلا إلى الحق إلا بوجود الخلق، فكانوا دليلهم عليه وموصليهم إليه. فإن قلت إنما نزلت الآية في نفقة المال على العيال، فالجواب حمله على وجه أعم أتم إذا صح إثبات التفسير وتحقيق التأويل، وإلا فكل باطل باطل. وقد قال عليهم كرم الله وجهه: إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: كتاب الله على 4 أشياء، العبارة والإشارة واللطائف والحقائق. فالعبارة للعموم، والإشارة للخصوص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. قلت: ولا يصح إثبات فصل دون الذي قبله، ويكتفى عن الكل بالأول، والله أعلم. سورة الملك، قوله تعالى: ألا يعلم من خلق؟ قال رضي الله عنه: أي كيف لا يعلم من خلق ما خلق قبل خلقه، إذ لا يصح خلقه إلا بعد العلم به كيفية وقدرا ووقتا وغير ذلك. يبقى لابد أن يعلمه قبل خلقه، زي مثلا المهندس بيعمل تصميم العمارة على اللوحة قبل ما يبقى ليها وجود في الواقع. إن ما كانش عارف تفاصيل العمارة على اللوحة قبل ما يبقى ليها وجود في الواقع، مش هتتنفذ. فلابد يبقى عارف موقع كل حاجة في هذه العمارة أو في هذا البناء قبل أن يبنيه، وعارف تفاصيل كل حتة فيه وكل متر فيه وكل جهة فيه. فلا بد ان يكون شامل للمعرفه قبل وجود الخلق، فهو يعلمك قبل وجودك، فما بالك بعد وجودك. فهم؟ سوره المزمل، قوله تعالى: رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين. قال رضي الله عنه: دله على التوحيد الخالص الذي ينتج التوكل عليه، وهو عين التعزز به، مقرونا بوجود الصبر الشاهد بوجود ذلك بين يديه، مع تحقيق ذلك بجميل الهجر. وهجرهم هجرا جميلا، مش هجرا قبيحا زي الوهابية. الوهابية ما يهجروا حد، يهجروا هجر قبيح، ما يعرفوش الهجر الجميل، لأنهم لم يروا الجمال أصلا، لا في الاعتقاد ولا في في العمل. كل ده أحذرك منهم حتى لا تضيع عمرك مع أحدهم. هتضيع عمرك مع احدهم، مش هتوصل لحاجه. فهمت ازاي؟ ناس كتير حضروا لهم عشرات السنين، وزي ما هم لا زادوا بل ينقصوا. فهمت؟ فتضيع وقتك. فشوف مصلحتك محترم، وابعد عن الوهابي حيثما وجد. وهو عين التعزز به، مقرونا بوجود الصبر الشاهد بوجود ذلك بين يديه، مع تحقيق ذلك بجميل الهجر. ثم تكفل بوجود إعزازه تعريضا بقوله: وذرني، يعني يقول له سيبهم علي أنا بس، ما تقلقش نفسك بيهم، أنت خليك حبيبي وخلي خاطرك هادي معايا وأنا هكفيك كل حاجة. وذرني والمكذبين، اتركهم علي ولا تحمل هم شيء. بيغار على قلب أحبابه وأوليائه سبحانه وتعالى، يعني مش عايز قلبك يبقى مهموم من حاجة. وقد كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم، فزاده الخطاب تأكيدا، وكان لغيره من باب إياك أعني،
إياك أعني واسمعي يا جار، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله تعالى: هو أهل التقوى في سورة المدثر، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رضي الله عنه: أي أنه أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر، وذلك كله على حد السواء في حقه، فوجب الحذر على قدر الرجاء. وبالله التوفيق. سورة القيامة، قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قيل يقول: سوف أتوب وسوف أعمل، وبعدين يأجل، يبقى سبب الفجر هو تأجيل الطاعة. فهمت بقى؟ فعليك أن تعجل بالطاعة، وإياك والتسويف، تقول بكرة طب بعده، أهو رمضان خلص، اللي فاته أول رمضان يعرف يجيبه؟ تعرف تجيب امبارح؟ طب أول امبارح؟ طب ليه تأجل؟ طالما اللي هيفوتك مش هتعرف تعوضه، ما تأجلش بقى. فهمت ازاي؟ ما تأجلش الطاعة أبدا، لأن لو فاتتك لا تستطيع أن إيه؟ تعوضها أبدا. لأن ليه؟ لأن اللي أنت فيه دلوقتي فيه طاعة جديدة، فلو عملت الطاعة القديمة دلوقتي هتضيع الطاعة الجديدة. فهمت ازاي؟ فهتفضل زي اللي بياكل أكل بايت طول عمره، عمره ما أكل طازة أبدا. طب ما تاكل طازة بطازة كده حلو، تلاقي حاجة جميلة، عبادة في وقتها. فاهم؟ لان لما تعمل عباده في وقتها تشكر عليه، لما تعملها متاخره تلام. ليه اخرت؟ مش هيشكرك. زي ما اديتك مثال، لما ابوك يقول لك مثلا ايه: يا ابني عايز كوبايه ميه، وانت في ايدك ايه؟ اي حاجه مشغول، تقوم تقول ايه: بس لما اخلص دي، طب اما اخلص دي، طب اما اخلص دي، يروح منادي تاني: يا ابني عايز كوبايه ميه. انت ان شاء الله ناوي تجيب له كوبايه ميه، ده ابوك، مش معقول بس هخلص دي، طب مش عارف ايه، طب وبعدين فين بعد ساعتين تروح تجيب له كوبايه الميه، تدخل هيعمل ايه؟ هياخد كوبايه الميه ويروح رشيد بيها، مش هيشربها، صح؟ هيعاقبك مع انك انت التزمت، بس التزمت متاخرا فاستحققت العقوبه. شفت بقى؟ زي بالظبط، حي على الصلاه، هصلي كمان شويه، هصلي كمان شويه، هصلي كمان شويه، وبعدين يجي يصلي اخر الوقت، يروح ربنا يلففها بدالك في وشك، زي ما ابوك هياخد كوبايه الميه يديها لك في وشك. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الشكر امتى؟ اول ما يقول لك: يا ابني عايز كوبايه ميه، حاضر اتفضل يا بابا، يقول لك: جزاك الله خير يا ابني، ربنا يكرمك، وياخدها منك يشرب ويبقى فرحان بيك. ليه؟ لانك سارعت في الاجابه. فيبقى المسارعه في الاجابه وفعل الطاعه في وقتها يستوجب ايه؟ الشكر والاثابه والقرب. طب وفعل الطاعه بعد تسويف يستوجب اللوم والعقوبة. فهمت؟ والمثال واضح. قوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنه: ما قدم ما عمل بنفسه، وما أخر ما سنه ليعمل به بعد موته. يبقى ينبأ الإنسان بما قدم، يعني بما عمله بنفسه، وما أخر بما دل عليه من الخير ثم مات. فالناس بقت تعمل الخير اللي دلهم عليه وهو ميت، يوم ربنا برضه يجري عليه الخير وهو ميت، لأن الدل على الخير كفاعله. عشان كده كل أعمال أمة النبي في صحيفة النبي، فوق إيه؟ فوق ثوابه الأصلي. وعشان كده لا أحد يصل إلى ثواب النبي أبدا، مهما اجتهدت فكل اجتهادك ده في صحيفة النبي، كل عبادة العباد في صحيفة النبي، مقام عالي فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، صلى الله عليه وسلم. سورة الإنسان، قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، لسه في سورة القيامة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال رجل: إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه ثم نقرأه ميسرا، فإذا قرأناه أي ألقيناه عليك بالقراءة مع جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه أي قراءته، ثم إن علينا بيانه أي تفهيمه، أي تفهيمه لمن لا يفهم، فما هو إلا الإصغاء ثم القراءة ثم التفصيل فافهم. وهذا حكم الحقائق، ولا ثلاث آداب: الإصغاء عند الإلقاء طلبا للتحصيل، والسكون عند التلقي قياما بحق الوقت، وطلب التفصيل بعد التحصيل وقوفا مع التحقيق.
يعني تملي كده، تصغي الأول لما تجي لك الحقائق إيه بتخاطبك، تصغي الأول وتسكن علشان تركز، ثم بعد ذلك عايز تفصيل بعد كده تسأل التفصيل أثناء التنفيذ بقى، التفاصيل تيجي أثناء التنفيذ. فهم؟ وكذلك علم الله تعالى نبيه تلقي الوحي، وإن كان هذا لا يوازيه فلتتأسى وجه. يعني ساعات الواحد من كتر ما يبقى عايز يطيع اللي قدامه يقوم يتلهوج، يقوم يجري يقول هات كذا، يقوم يجري ومن قبل ما يسمع الكذا، بعدين بعد ما يجري يلاقي نفسه مش عارف يجيب ايه، يقوم يرجع لك تاني يقول لا، اما تسمع الامر اسكن لحظة عشان تسمع الامر للاخر. فاهم؟ فلازم ناخد بالنا من الحكاية دي. يعني المصارعة كمان بتبقاش بلهوجة. فاهم؟ المصارعة بعد تحقق الامر، تسكن لتتحقق الامر ثم تنفذ بعدما ايه استقر الامر، تفاصيل التنفيذ تأتي عند التنفيذ. سورة الانسان، قوله تعالى هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اي قد اتى عليه. هل هنا بمعنى قد؟ هل هنا بمعنى ايه؟ قد، يعني قد اتى على الانسان، اسمه قد التحقيقية، قد أتى عليه. فهل استفهام لتحقيق واقع؟ طالما استفهام لتحقيق واقع تبقى معناها قد. فهمت؟ بس مش سؤال استفهام لطلب إجابة، لا، هو مش بيطلب إجابة، ده الأمر واقع. وقال عز من قائل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فده أمر واقع. فلما أقول له هل أتى على الإنسان من لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى عليك شيء لم تكن مذكور، لم يكن لك وجود ثم طرأ عليك الوجود. سورة البروج، قوله تعالى ذو العرش المجيد، قال رضي الله عنه العرش في اللغة عبارة عما علا وارتفع، ومنه جنات معروشات. السقف ده نسميه عرش، يبقى كل ما علا وارتفع يسموه عرش. يقول لك ايه؟ حجرة معرشة، يعني مسقفة، يبقى العرش هو كل ما علاك. فهم؟ ومنها العريش، عشان في شمال مصر سموها العريش. ليه؟ عشان في الشمال فوق. وهناك في العريش بيستعملوا عسب النخيل، بيعرشوا بيها، يعني اهل العريش يعرشون بالنخيل. والمراد هنا مخلوق عظيم جامع للكائنات، لأن العرش هنا منسوب لله بقى، فربنا بيتكلم على العرش المخلوق العظيم اللي هو أعظم مخلوق حجما خلقه الله، درجة أن الكرسي اللي هو واسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، يعني خاتم مرمي في صحراء من حيث الحجم. من حيث إيه؟ الحجم. عشان كده ذو العرش المجيد، وفي قراءة ذو العرش المجيد، يبقى المجيد إما صفة للعرش أو صفة للرب، قراءتان صحيحتان متواترتان. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، قراءتان متواترتان. واضح؟ والمراد هنا مخلوق عظيم جامع للكائنات، الكرسي والسماوات في جنبه كحلقة ملقاة في فلاة، يعني صحراء كبير. هو أجل المخلوقات وأعلاها منصبا وأشرفها قدرا سوى بني آدم والملائكة، فهو فوق العالم كله في الجلالة والرفعة، لكن رفعته وجلالته إنما هي بجعل من الله فيه، لا بذاته ولا لذاته ولا من ذاته، فهو إن كان رفيعا جليلا فرفعة الحق تعالى وجلالته فوقه، لأنها من ذاته بذاته لذاته. يعني رفعة العرش من الله، أما رفعة الله ذاتية في الله. وقال رجل عن المجيد، يحتمل أن يكون وصفا لله ذو العرش المجيد، فتكون الدال مضمومة، أي هو تعالى مجيد على الإطلاق، مجدا ذاتيا غير مقيد بشيء ولا موقوف عليه. ويحتمل أن يكون وصفا للعرش فيكون بكسر الدال ذو العرش المجيد رواية، ويحمل على ما يليق بالعرش
وهو عظم صورته وقهره لما تحته، لا من حيث فضله وفضيلته، إذ هو الوجود ما هو أفضل منه إذ في الوجود ما هو أفضل منه كالروح. والروح دي إيه؟ من أعظم ما خلق الله، وأعظم ما خلق الله من الأرواح هي روح نبيه صلى الله عليه وسلم، التي منها انبثقت سائر الأرواح. قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرآن مجيد يعني رفيع القدر، في لوح محفوظ من الشياطين وغيرهم، وقد يريد محفوظ من التبديل والتغيير. وعشان كده القلب اللي امتلأ بالقرآن إن شاء الله يبقى برضه إيه؟ محفوظ، لأنه بقى القرآن موجود فيه، فصار في لوح قلبك، فيبقى أهل القرآن دول محفوظين بالقرآن. سورة الغاشية، قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الإبل اللي هي جنس إيه؟ جنس الجمال والنوق. يبقى الإبل اسم عام للذكر والأنثى، الذكر منه يسمى جمل والأنثى تسمى إيه؟ ناقة. كويس؟ يبقى الإبل ده زي ما نقول إنسان، منه رجل وامرأة. فهمت إزاي؟ فالإبل منه رجل يسموه جمل وامرأة يسموها ناقة. فهمت بقى إزاي؟ قال رضي الله عنه: فيعتبرون بوجودها من حيث هي، ثم يعتبرون بموجدها من حيث حسن فعله، فيهديهم ذلك لجمال وصفه، ثم لم يزالوا كذلك حتى يهتدوا لمعرفته بما أعطاهم من قوة النظر في ملكه. سورة، لأن طبعا العربي قعد سنوات طويلة، قرون عديدة، كل احتكاكه بالجمال، لأن دي الوسيلة الوحيدة اللي بيها معاشه وانتقاله وماله، يعني كل حاجة بالنسبة له الجمل ده. فطبعا إيه؟ في عظيم قدرة الله لما يشوف إيه؟ قدرة الله، كيف أن الله سبحانه جمع هذه المنافع كلها في مخلوق واحد. قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه، في سورة الفجر، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أي ليس الأمر كذلك، يعني ليس الإهانة والكرامة بسعة الرزق أو ضيقه. افهم يا ابن آدم، لأن في ناس تفتكر لما ربنا يفقره ويقلل ماله يبقى ربنا بيهينه، والتاني لما يفتكر إن ربنا يزود ماله يبقى ربنا بيكرمه. أبدا، الكل مختبر، الفقير مختبر بفقره والغني مختبر بغناه، والكل عبد لله. فهمت؟ أي ليس الأمر كذلك، بل قد يكون إكراما على ظاهره أو إهانة، وقد ينعكس، فتكون الإهانة في مظاهره الإكرام، ويكون الإكرام في مظاهره الإهانة، فوجب أن يكون حذرك في العطاء كحذرك في المنع، وبسطك في المنع كبسطك في العطاء، وتوجهك له فيهما وبهما على حد سواء، اللي احنا قايلين عليها في الإيه؟ في الصلوات الأسرية، أن ترى العطاء في المنع والمنع في العطاء. أي لنا في الصلوات الأسرية المعنى ده. لاحتمال أن يكون ما ظهر من الفعل غير مفيد لحقيقة المقصود، وقد يكون المراد منه ما ظهر فيه، فافهم. وقال رضي الله عنه: أي ليس الأمر كما قال، بل قد تكون كرامته في أن يقدر عليه. من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، فإن أغنيته أفسدته، زي المصريين كده، طول ما هم فقراء حلوين منقادين يجوا المساجد وحاجة جميلة أوي، يقولوا يا رب يا رب، حاجة جميلة أوي، أول ما يغتنوا إحنا المصريين هم فرعنا، يفتروا على طول. فهمت؟ فربنا سلط عليهم الرومان 600 سنة قهرنهم، وبعد كده جاء الإسلام الحمد لله خدوا نفس شوية، وبعدين سلط عليهم بعد كده الحكام الظلمة على مر العصور، واخد بالك، علشان يفضلوا باستمرار يقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب لحد ما يموت، هو بيقول يا رب يا رب، مش أحسن ما يقول نفسي نفسي ويموت على نفسه؟ فهمت؟ فمن عبادي من لا يصلح إلا الفقر، إن أغنيته إيه؟ أفسدته. ومن عبادي من لا يصلح إلا الغنى، فإن أفقرته أفسدته. عشان كده لا تحسد الغني على غناه، ولا تشفق شفقة زائدة على الفقير لفقره، ربما يكون ده دواء. فهمت إزاي؟ أي ليس الأمر كما قال، بل قد تكون كرامته في أن يقدر عليه، وقد تكون إهانته في أن يوسع عليه،
او ربنا وسع على قارون، كان التوسيع على قارون سبب ايه؟ هلاك. وسع على فرعون في الملك والعافية في البدن، يقال ان فرعون ده عمره ما اشتكى بألم ابدا ولا حتى صداع، حاجة غريبة من يوم ما ربنا خلقه كده مفيش حاجة وجعته، حاجة ولا ضرس حتى، ايه ده؟ فلدرجة انه بقى يشوف الناس تعيا والناس تتألم وهو عمره ما حس بهذا الألم، قال لهم انا ربكم الأعلى. اتجنن، اتجنن مسكين، العافية جننته والملك جننه. يبقى الإنسان الفقير أيام فرعون كان أقرب لدعوة سيدنا موسى من فرعون، يبقى فقره قربه وده غناه أبعده، فهم؟ فربما ما تظنه فيه الفائدة يكون هو الذي فيه السم. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. ولو بسط الله رزق العباد إيه؟ لبغوا في الأرض. يعني أنا أعرف واحدة شافت الرسول في الرؤية، وهي شريفة النسب يعني من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فشافت نفسها في الرؤية راح ماشية في طريق زحام وناس كتير ماشية، وهي ماشية كلهم رايحين فين؟ عند النبي. فهي ماشية في موكب اللي مشلول واللي أعمى واللي تعبان واللي ضعيف واللي شايل واحد واللي مش عارف يمشي واللي عاجز واللي ايده مقطوعه واللي رجله مقطوعه واللي متألم، بس الكل ماشي ورايحين على النبي. هي وصلت دخلت فقالت له يا رسول الله، هو مش ربنا رحيم بعباده؟ قام بص لها كده قال ايوه طبعا. قالت له طب وانا جايه لك يا رسول الله في اللي تعبان وفي المشلول واللي مش قادر يمشي وفي المتألم؟ فقام بص لها كده وقال لها ايه، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. شفت الرد النبوي؟ فدي مهمة الحكاية دي، يعني النبي بيعلم حتى بعد وفاته، بيعلم حتى لأوليائه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه ليس الأمر كما قال، بل قد تكون كرامته في أن يقدر عليه، وقد تكون إهانته في أن يوسع عليه، وقد يكون بالعكس، وقد يكون فيهما تداخل والله أعلم. وقال رضي الله عنه أي ليس الأمر كذلك، بل قد يكون المنع عطاء والعطاء إهانة أو على مقتضى صورته، فلا تفرح بشيء ولا تحزن عليه من حيث وجوده. فهمت إزاي؟ ولكن الفرح بمعرفة حكمة الله في وجوده. ثم المنع في العطاء بأن يكون صارفا عن الله ومشغلا عنه، كما قيل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم. زي ما قلت لك لو أنت كنت راجل من رجال الأعمال الكبار ما شاء الله، كنت هتيجي مسجد الأشراف هنا؟ كنت هتقعد تربع قدام الغلبانة الفقيرة أنا فقير إلى الله؟ لا طبعا، كنت هتقعد هناك في الكازينو الفلاني بقى ما شاء الله، في فندق 5 نجوم تحتيك سبط القمار، وتحت كده بتعدي وأنت داخل على إيدك اليمين البار، واخد بالك، ويخبط عليك الغنيات، واخد بالك ازاي، والمجرمات المزوقات، واخد بالك ازاي. يبقى شفت بقى ربنا لما فقرك جابك هنا، جابك للرحمة، فهمت بقى ازاي؟ لكن هو ما فقركش جوعك، لا، هو اداك اللي فيه الكفاية، اداك دواك، لكن لو زاد عن كده هيبقى سم، فهمت بقى ازاي يا سيدي؟ فاحمد ربك. انا نفسي مثلا لو كان ربنا موسع عليا اكتر من كده بكتير، واخد بالك، من حيث الرزق المادي يعني، كنت قعدت معاكم ولا كنت شفتكم ولا شفتوه؟ لاني مشغول، عندي اجتماعات وعندي بتاع، مش فاضي، واخد بالك، اصلي العصر جنب المكتب بتاعي على طول، مش فاضي انزل حتى الجامع، مشاغل، وقالوا البورصه وبتاع واجتماعات وحاجز في الطيارة، وفي ناس وفد جاي هقابله، وفي عشاء عمل بالليل، وسحور عمل باستعار، وقعد ايه ده؟ في ناس عايشة حياتها كده مساكين مخطوفة، في ناس عايشة كده مساكين، لكن انت بتشوف انه بيركب العربية الفارهة، وانه هو لابس اغلى اللبس، وانه هو ساكن في اماكن فخمة، لكن هو في الحقيقة مخطوف من نفسه، وانت آنس بربك، هو مش عارف يأنس لا بنفسه ولا بربه، فهمت ازاي؟ فالواحد يحمد ربه. قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، قال رضي الله عنه النفوس 3،
الأمارة وهي لا ترجع ولا تندم على فعل القبيح، والحق عليها أثقل من الجبال اللي بعدي عنه، والباطل أخف على الأشياء اللي الفعلة. يبقى نفس الأمارة دي نفس الكافر. المؤمن بداية إيمانه يخليه نفسه لوامة على طول، مجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بقت نفسه أمارة لوامة، ساب الأمارة، ساب الأمارة لمين؟ للكافر. فهمت بقى إزاي؟ يبقى المؤمن بدايته لوامة، فهمت إزاي؟ ونهايته النفس الكاملة، وبينهما الملهمة، ألهمها فجورها وتقواها. فهمت؟ بيمر بالمطمئنة بقى، يعني النفس اللوامة بعد ما تكسر اللوم على صاحبها تنتهي إلى مرحلة تطمئن بقى إلى إيه مراد الله منها، فتبقى مطمئنة، فيقوم ربنا يرضيها تبقى راضية. فهمت إزاي؟ وبعدين ربنا يرضى عنها فتبقى مرضية، وبعدين بعد كده تبقى كاملة بقى، النفس الكاملة. فهمت؟ الثانية اللوامة وهي التي تندم بعد وقوع الفعل وترجع، وعندها يقع الاشتباه ويتعين الحذر والتحقق في الحال بالموازين الذوقية والمعرفية. الثالثة المطمئنة ولا تقبل الباطل بوجه ولا بحال. وقال رضي الله عنه: النفوس ثلاثة، أولها النفس الأمارة بالسوء هي التي يثقل عليها الحق ويخف عليها الباطل لاستحكام الطبع عليها وإن فيها الهوى والشرور، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي بالإيمان. الثانية النفس اللوامة وهي التي تكون تارة بحكم الحق وتارة بحكم الباطل، فإذا غلب عليها أصلها ثقل عليها الحق، وإذا واجهتها العناية زال عنها ذلك، فلا يثقل عليها إلا الباطل، فتارة لربها وتارة لهواها، وهذه تحتاج إلى مجاهدة ومراقبة. الثالثة النفس المطمئنة إلى ربها فرجعت إليه تكليفا وتعريفا بوجه لا يمكنها الانفكاك عنه، فهي تقوم بالحق وللحق، فلا تتصرف بغير الحق، وعلامتها الثلاثة إيثار الحق في كل شيء، وبذل المجهود في التوجه إليه، واتباع أمره على حسب ما أمر، فلا تقدم واجبا على مندوب ولا متأكد كدا على غيره. يبقى تعرف مراتب الأحكام، فتعمل المهم إيه قبل إيه الأهم قبل المهم. وعشان كده من دعاء النبي: اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. سورة العصر، قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رضي الله عنه: لم يكتفي في نفي الخسران بالعمل الصالح والإيمان دون التواصي بالحق وهو اتباع الشرع بالتحقيق والبصيرة والصبر المقتضي للدوام على ذلك. يبقى التواصي معناه المداومة والتناصح، لا يكفي الإيمان مع العمل الصالح فقط، بل لابد من المداومة والتناصح حتى ترتقي. سورة الإخلاص، وهي آخر حاجة في الكتاب والحمد لله، قوله تعالى: الله الصمد. قال رضي الله عنه: الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يتوجه له بذلة وخضوع، وإنما يتحقق ذلك بكونه لا ضد له، لأنه لو كان له ضد ترك ورجع إليه تعالى ربنا وجل. وقيل: الصمد الذي لا يطعم بفتح الياء، أي الغني عن الأكل والشرب مطلقا، فلا ضد له يحوجه إلى ذلك أو يكون في الوصف مثله سبحانه وتعالى. تم بحمد الله، وكل عام وأنتم بخير، ونفعنا الله بعلوم أوليائنا وصالحينا، وجزاهم الله خير عنا وأكرمكم الله، وإن شاء الله صيام مقبول وعيد مبارك، وربنا ييسر لنا صيام 6 من شوال ثم حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. وجزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.